السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأعرض عليكم في هذا الفيديو اختبارا تجريبيا في مادة الرياضيات إن شاء الله. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى الضغط على لايك وترك تعليق تحفيزي أسفل هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. على وبركاته، عدنا إليكم بعد طرح السؤال. سأقوم بحله واتباع الخطوات الصحيحة التي ستساعد أو ستذكر التلميذ في الخطوات المهمة في حساب عملية الطرح. عندي 921 ناقص 743. نبدأ كما قلنا: الآحاد تحت الآحاد، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات. واحد ناقص ثلاثة، بطبيعة الحال هنا واحد أقل من ثلاثة أو أصغر منه. لا نستطيع نقول ماذا نفعل؟ نقوم ب أستلف عشرة وأرجعها كواحد، لأنني استلفتها من العشرات. 11 ناقص 3 كم تساوي؟ عندي تقول 11 وأرجع بها إلى الوراء 3 خطوات. 11 قبلها العشرة ما الخطوة الأولى، 9 ثم 8. أو أقول كم أضيف للثلاثة حتى أصل إلى 11؟ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8. 2 ناقص، لا أقول 14 لأنني في الأسفل أضيفه كواحد وفي الأعلى أضيفه كعشرة. 2 ناقص 4 زائد 1 هي 5. 2 ناقص 5 لا أستطيع. أستلف العشرة وأرجع واحد. 12 ناقص 5، 12 أطرح منها 5. 12 11 10 9 8 7، أنقصت منها 5، كم أعطتني؟ 7. أو أقول أنا في الخمسة وأريد أن أصل إلى 12. 5 6 7 8 9 10 11 12، أضفت لها 7. 9 ناقص، هنا نقول لا نقول 17، نقول 7 زائد 1 هي 8. 9 ناقص 8 تعطيني 1. نذهب إلى عملية الضرب. سأقوم بضرب الأربعة في التسعة والأربعة في الثمانية أو الأربعة في الخمس والأربعة في الخمس. 4 في 9 36، 36. 4 في 9 تساوي 36. 36 تكتب هكذا: أكتب الستة وأحتفظ بالثلاثة فوق العشرات. 4 في 8 32، والثلاثة 35. أكتب الخمسة وأحتفظ بالثلاثة. 4 في 5 تساوي 20، والثلاثة 23. 8 في 3 كم تساوي؟ 24. أكتب الأربعة وأحتفظ بالاثنين. وفي الثمانية وفي الست، 8 في 3 24. أكتب الأربعة وأحتفظ بالاثنين. 8 في 8 64، والاثنين 66. أكتب الستة وأحتفظ بالست. 8 في 6 48، أضيف لها 6، 54. بعد ذلك لكي لا أخطئ أقوم بشيئين. الشيء الأول، عندما أنهي في ضرب العدد الأول رقم الآحاد ماذا أفعل؟ أقوم بالتشطيب على هذا الاحتفاظ. لماذا؟ لكي إذا كان عندي احتفاظ في العملية الأخرى لا أقع في الخطأ ولا أجمع. مثلا لو تركت 6 ربما سأجمعها مع 1 في 6، وأضع نقطة. 1 في 3 3، 1 في 8 8، 1 في 6 6، أضع خط المساواة و
إشارة زائد 4، هذه نقطة كأنها صفر. 4 زائد 0 تعطيني 4، 6 زائد 3 9، 4 زائد 8 12. أكتب الاثنان وأين أحتفظ؟ لا أحتفظ هنا، أحتفظ في الجمع. هذه عملية الجمع وهذه عملية الضرب. 5 زائد 6 11 والواحد 12. تمرين تاني، تمرين تاني طلب مني أن أكمل هذه المساواة. 1 ساعة 1 وعشرون دقيقة كم تساوي من دقيقة؟ هنا عندي جزئين، جزء الساعات وجزء الدقائق. هذه الساعات عندما يكون عندي تمرين هذه نفس الطريقة، يجب التلميذ أن يعتمد على الطريقة لكي لا يخطئ، وهي عملية طريقة بسيطة جدا أنصحك بها. عندي 1 ساعة كم فيها من دقيقة؟ عندي 60 دقيقة، وهنا 20 دقيقة تبقى كما هي. ماذا يفعل التلميذ؟ يجمع. أنا عندي 1 ساعة 1 وهي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إشارة زائد. 60 زائد 20 تعطيني 80. أعيد، عندي جزئين، جزء 1 ساعة 21 دقيقة، جزء للساعات وجزء للدقائق. الدقائق تبقى كما هي، هاي 20 تبقى 20، لأنه طلب مني أن أجدها في الدقائق ولا وليس شيء وليس شيئا آخر. أنا عندي جزء الساعات، الساعات أعرف أن 1 ساعة فيها 60 دقيقة، وهي عبارة عن إشارة زائد. 60، 1 ساعة فيها 60 دقيقة، 20 دقيقة تبقى كما هي. 60 زائد 20 تعطيني 80 دقيقة، نفس الطريقة المعتمدة في المثال الثاني. هنا عندي 3 ساعات وربع، عندي 3 ساعات أترجمها إلى أرقام. 3 ساعات وربع، وربع ما معنى ذلك؟ ربع ساعة هو 15 دقيقة. كم تساوي؟ أنا عندي 3 ساعات هي عبارة عن 3 في 60، لأن الساعة الواحدة فيها 60 دقيقة، وهي عبارة عن زائد 15 دقيقة تبقى كما هي. 30 في 60 هي 180، زائد تساوي 195 دقيقة. إذن هنا 195 دقيقة. مع حل الوضعية الإدماجية، السؤال الأول طلب مني أن أجد كم يربح السائق في الأسبوع الواحد. كما قلت يربح السائق سائق سيارة 1300. المعطيات ما هي عندي؟ 1300 دينار جزائري في اليوم الواحد، وهو طلب مني أن أجد ربحه في أسبوع واحد. أولا لكي أجد الإجابة يجب أن أعرف ما هو الأسبوع الواحد، كم فيه من يوم. كما هو معلوم الأسبوع الواحد فيه 7 أيام، وأنا عندي ربح يوم واحد. هذا الربح سيتكرر 7 مرات، لماذا؟ لأنه اليوم الأول يربح 1300، اليوم الثاني 1300، اليوم الثالث 1300، اليوم الرابع 1300، اليوم الخامس 1300، اليوم السادس 1300، اليوم السابع أو الأسبوع الواحد 1300. هنا العدد ما هو العدد الذي تكرر؟ هو العدد 1300. كم تكرر مرة؟ 7 مرات. إذا لكي أجد كم ربح سأقوم بضرب 1300 في كم؟ في أسبوع واحد، أي في 7 أيام، وأجد النتيجة هنا. أقوم بالعملية، عملية تكون عمودية، في 7، 7 في 0 0، 7 في 0 0، 7 في 3 21. أكتب الواحد وأحتفظ بالاثنان. 7 في 1 7 والاثنان 9، إذن 9100 دينار جزائري في أسبوع واحد.
ولا أكتب الوحدة هنا، الوحدة سأكتبها هنا. يربح السائق في الأسبوع الواحد 9100 دينار جزائري. أنا أفضل أن أكتبها باللغة العربية لأنني هنا أكتب باللغة العربية. يربح السائق في الأسبوع الواحد 9100 دينار جزائري. الإجابة على سؤال دائما أقوم بمسح كم ولا لماذا أو ما هي، وأكمل الجملة لكي تكون جملة معبرة وصحيحة. في يوم الأحد ذهب السائق مع زبون إلى مدينة عنابة. لنفترض أنني في مدينة عنابة. ذهب السائق مع زبون إلى مدينة عنابة، أي أنه وصل إلى مدينة عنابة انطلاقا من مدينة سوغهراس. كان في مدينة سوغهراس وذهب إلى مدينة عنابة على الساعة 11:30. انطلق على 11:30 ووصل بعد ساعة. وصل بعد كم؟ بعد ساعة ونصف. بعد ساعة ونصف. على كم ساعة وصل؟ يعني عندما وصل كم أصبحت الساعة؟ أنا عندي انطلقت على الساعة 11:30 واستغرقت في الطريق ساعة ونصف. هل الوقت سيزداد أم سينقص؟ بطبيعة الحال سيزداد. بما أنه سيزداد سأقوم بجمع أو بإضافة له ساعة ونصف. أعيد، أنا انطلقت على 11:30 وعندما أمشي في الطريق هل سيزداد الوقت أم سينقص؟ سيزداد. ازداد بكم؟ بساعة ونصف. بما أنه ازداد سأقوم بعملية الجمع. عمليه الجمع، احدى الساعه 11:30 واضيف لها ساعه ونصف. لان انطلقت على 11:30 ووصلت بعد ساعه ونصف. اقوم بعمليه الجمع، الدقائق مع الدقائق والساعات مع الساعات. 30 زائد 30 تعطيني 60 دقيقه. تعطيني، عذرا كتبت هنا بالعربية، دقيقة 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 60 دقيقة. 11 زائد 1 تعطيني 12 ساعة. 12 ساعة زائد 60، 60 دقيقة أنا أعرفها هي 60 دقيقة، هي عبارة عن 1 ساعة. 60 دقيقة سأعوضها ب1 ساعة. 60 دقيقة سأقوم بمسحها وأعوضها ب1 ساعة. 1 ساعة أضيفها إلى الساعات. بطبيعة الحال 12 زائد 1 تعطيني 13 ساعة، أي أنه وصل على 1. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.